الخطوة الثالثة connect and transmit your EDI documents to your business partner. يجب ربط ونقل معاملات الـ EDI الخاصة بك إلى شريكك بالعمل. بمجرد أنه تتم عملية ترجمة مستنداتك إلى تنسيق EDI المناسبة، تصبح جاهز للإرسال إلى شريكك بالعمل. ولكن يجب أن تقرر كيف ستتواصل مع الشريك للقيام بعملية الإرسال. You must decide how you will connect to each of your partners to perform that transmission. هناك عدة طرق، لكن أكثر الطرق شيوعاً هي: الطريقة الأولى الاتصال المباشر باستخدام الـ AS2 أو بأي بروتوكول آخر آمن. طبعاً هاي الطريقة ممكن لاحظتها بالشكل الآن. عندك هنا نلاحظ أنه شركة Sending Company و Receiving Company، هاي هي الطريقة المباشرة بين الشركتين، Direct Point to Point Communication، الاتصال المباشر. النقطة الثانية اتصال بمزود خدمة الـ EDI واللي يشير إلى BLVAN Provider، وهو رمز أو مختصر إلى الـ Value Added Network، باستخدام الـ Communication Provider المفضل لديك وبالاعتماد على الـ Network Provider للاتصال بشريكك بالعمل باستخدام أي بروتوكول اتصال يفضله الشريك. وكما نلاحظ في الشكل عندنا هنا هذا الـ Communication Software خاص بك واستخدام الـ Communication via EDI Network عن طريق الـ EDI Network Server Provider تتصل بشريكك في العمل. هناك خطوة أو العفو هناك طريقة تمزج بين الطريقتين الأولى والثانية، ولكن هذه الطريقة تعتمد على الشريك وحجم المعاملات التي تتوقع استبدالها بينك وبينه. وبهذه الطرق الثلاث تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. المحاضرة القادمة ستكون إن شاء الله حول الـ Benefits of EDI. شكرا لاستماعكم.